حضرتك بتقول ان هو بالرغم من انه كتب اكتر من 1000 أغنية بس عمره ما اعتبر نفسه محترف. يعني كان بيقعد يكتب في البيت الاغاني ولا له مكتب زي الموجي مثلا كان عنده مكتب بيلحن فيه؟ هو له يعني بيته او اوضه مكتبه دي العالم بتاعه. دي لها باب مستقل من بره فيها مكتبه ضخمه جدا بكل اللغات. كان بيجيد الانجليزيه الفرنسيه دي كمان اللي غيرته كلها. طب وتعلمهم فين؟ تعلمهم يعني كان قراءاته بالعربيه والانجليزي والفرنسي. اهم ملمح عنه كلهم بيتكلموا عنه ثقافته العاليه جدا العاليه جدا. عشان كده بيفسر حضرتك واحنا في المقدمه وقلنا انه اغاني مرسي جميل عزيز بيميزها فكره الاطلاع والمعرفه الواسعه وفي نفس الوقت الجزء الشعبي وثلاثه الجزء الرومانسي. الشعبي ده هتلاقيه عنده مختلف. يعني كان بيسالوا الابنين الله يرحمه أغانيكم الشعبية بتختلف إيه أو أغاني الشعبية بتختلف عن أغانيكم في إيه؟ قال أغاني الشعبية أغاني مرسي جميل عزيز أغاني شيك ما لقاش غير كلمة شيك. إنما إحنا أغانينا الشعبية تطلع بعبالها كده. يبقى إذن بقى هو له تراث خاص بيه. صحيح يعني أكيد الأغاني دي كلها بقى تراث خاص بيه هو. الحلوة حلوة وسنيورة زي الصورة مرسومة تمام الشتة وردة فعن قردها أما خدودها تفاح الشام الحلوة حلوة وسنيورة زي الصورة مرسومة تمام الشتة وردة فعن قردها أما خدودها تفاح الشام يا مين يوصلني لابوها ولا لابوها اطلبها الحلوة يا مين يوصلني لابوها ولا لابوها اطلبها الحلوة الحلوة مالينش الفاكة شرط الفاكة ولا في المساكين والحلوة مش رمش عينه اللي جرحني رمش عينه رمش عينه اللي ذبحني رمش عينه رمش عينه اللي جرحني رمش عينه رمش عينه اللي ذبحني رمش عينه مين يا ناس يحكم ما بين قلبي وبينه رمش عينه اللي جرحني رمش عينه يا غزال اسكندراني يا غزال يا غزال يا غزال الشورماني الشورماني رماني يا غزال يا غزال اسكندراني الشورماني اهربان عالحليوة لاسمراني 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 يا سمراني يا غزال والنبي لنجيد العزال ونقول اللي ما عمره قال 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 يا كوينهم اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.